هنروح مع حضراتكم لمحافظة شمال سيناء. المحافظة استقبلت أفواج برنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، واللي بيشمل شباب وفتيات من 6 محافظات، وبتستهدف تنظيم الفعاليات المتنوعة تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ روح الانتماء للوطن وغيره. نعرف تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيكي أستاذ باشمهندس، صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. يعني كلمنا عن فعاليات ملتقى أهل مصر واللي بيشملها المشروع واللي بتستضيفه أكيد شمال سيناء. وطبعا صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. المشروع أهل مصر طبعا ده باهتمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام طبعا بالمحافظات الحدودية ككل. عندنا 6 محافظات بتشارك فيه طبعا، الوادي الجديد ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء، بالإضافة للبحر الأحمر وأسوان. دي طبعا النسخة الثالثة برعاية كريمة جدا من معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وانطلقت فعاليات أمس بحضور اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء. وطبعا بيضم الفعاليات اكتساب طبعا الثقافات المختلفة بين المحافظات، بالإضافة لمضيافة طبعا في البرنامج عدة موضوعات زي التحديات الأمن القومي اللي بتواجه الدولة المصرية، الإبداع والابتكار والتحديات والثقافات بين المحافظات. ثقافات النهاردة الشباب بيعرف إيه اللي بيضم داخل تلك المحافظات وثقافاتها. الأهم من كده إن الشباب برضو بيستمتع بدور الدولة المصرية في المحافظات الحدودية، بيشهد طبعا في محافظة شمال سيناء لأول مرة بينطلق فيها. طبعا زي ما انتم شايفين الحالة الأمنية اللي بتنعم بها محافظة شمال سيناء، المدن الجديدة اللي في مدينة رفح اللي في الشيخ زويد، النهاردة الطرق، المدارس، الساحة، مراكز الشباب، الأندية، كل القطاعات دي، محطات المياه. طبعا الشباب لما بيشوف الحاجات دي من خلال رؤية حقيقية بينقل كل الخبرات دي لأهليهم، لزويهم، لزمايلهم، لأصدقائهم. فده اللي هو المستهدف من المشروع، بالإضافة إن هو بيتم التجمع الثالث ده، النسخة الثالثة، بينتقل بعد كده مباشرة إلى مدينة مثلا القاهرة أو الوادي الجديد أو أحد المحافظات. أنا كنت لسه أقول لحضرتك أستاذ إيهاب إنه بالفعاليات اللي حضرتك ذكرتها، لأنه كل محافظة من المحافظات الحدودية متنوعة وفيها بيئات متنوعة، وحتى الجو بتاعها والفعاليات اللي حضرتك ذكرتها فعاليات متنوعة ومختلفة كده. حضرتك يعني هتخلي باقي الشباب اللي في باقي المحافظات، محافظات الجمهورية، نفسهم يحضروا هذه الفعاليات. هو فعلا ده مستهدف أستاذ محمد، أن المشروع دي ثقافات النهاردة بمجرد ما بيتحاوروا مع بعض في حوار دائما وأبدا من خلال الورش والعصف الذهني، لأن هو ما بيشتغلش كمان على التحديات، بيشتغل على إيه المطلوب في المحافظات بتاعتنا، إيه اللي مطلوب إن احنا نعمله. فبالتالي بيشوفوه محافظات الدلتا، بتلاقي مثلا شمال الصعيد، بتشوف مثلا القاهرة الكبرى، بتشوف مثلا اسكندرية والبحيرة والمنطقة دي ككل. فهو ده عملية الدمج، ده دايما وابدا بيبقى فيها اكتسابات مهارات للشباب، في نفس الوقت ليه بعد امن قومي. مشروع انت بتتكلم في المحافظات الحدودية، بتتكلم في الامن القومي المصري، محدش بيحمل الكلام ده مع الجيش والشرطة الا ولادها شبابها، ويبقى عارف القيم والعادات ويعني ايه دولة مصرية. يعني انت شفت النهارده حضرتك اللي كانت بتعاني من محافظة شمال سيناء اختلف اختلاف كلي. النهارده البلد عارف أهمية بلده ايه، حتته ايه. عشنا فترة طويلة جدا بنعاني، مش احنا بس، احنا وهتلاقي كل محافظات الجمهورية، لكن النهارده شوف النهارده استقرار كلي. في نفس الوقت دمج المحافظات بيبقى مهم جدا، ده اهم حاجه في الثقافات دي. بتلاقي مثلا النهارده
بتاع المنيا اتعرف على بتاع مرسى مطروح، على بتاع بني سويف، على بتاع العربيه، على بتاع اسكندريه. هو ده وده بيتم بالفعل في وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبح من خلال منتديات المختلفه اللي بتتعمل للمحافظات ومدن القناه وهكذا. يعني ايه ابرز، خليني اقول او اسال، ايه ابرز الاختلافات اللي بتلاقوها ما بين الشباب من محافظات مختلفه بتلمسوها يعني حضراتكم؟ لا هو بصراحه المحافظات الحدوديه يعني قريبه جدا في عاداتها وتقاليدها، بس بتلاقي مثلا في بعض الاحيان مثلا ايه اختلافات بعض الثقافات في السواج، في الحفلات، في الفكر، في الرؤى، في بعض المبادئ، لكن هو خط واحد. يعني عندهم العادات والتقاليد اساسيه، وكويس جدا ان احنا بنحافظ لحد النهارده في المحافظات الحدوديه على الكثير جدا من العادات والتقاليد المصريه الجميله الطبيعيه اللي هي بتاع ابن القريه وابن البيئه والاب والجد والخال والعم، ده موجود لحد النهارده في المحافظات الحدوديه. يعني الجميل المحافظات دي في الحقيقه هي اللي بتمثل العادات والتقاليد المصريه الاصيله، لانه خليني اقول العولمه الكبيره او الجامده قوي اللي احنا بنتعرض ليها كاهل المدن مش يعني هم ما تاثروش بيها التاثير الكبير ده. طيب خليني اسال، لو في اعمار معينه بيتم التركيز عليها يا فندم ضمن الفعاليات؟ هو الفعاليات بيبقى من 18 ل 35 لأغلبية، ده العمر اللي بنشتغل عليه، وبننتقي من خلال كل مرحلة من مراحل تحيا مصر لمراحل أهل مصر، إن احنا بنختار مثلا أفضل العناصر بتسافر الكورس الكامل في أكاديمية مصر، بيكمل الكورس كمان في أكاديمية مصر. نطلع مجموعة من كل المحافظات، ده بالتعاون طبعا مع شؤون القبائل الخدمة السرية واخد بال حضرتك، ده بيبقى شغل استراتيجي. الولد بياخد كورس كامل، بيبقى ولاء وانتماء شديد للغاية جدا. هو كان بيسمع حاجات غريبة جدا وخاصة في المحافظات الحدودية. انت عارفة حضرتك الانسان بطبيعته لما بيجي بيموت من الاطراف بدايته. فالاعتراف دي اهم حاجه طبعا في الحدود المصريه. فكل ما تنمي القدرات والابداع والولاء والانتماء عند الولد في المحافظات الحدوديه بتستمتعي بقيمه وعظمه الشباب المصري في تلك المحافظات. وكان دايما بيحس بغربه، هو كان بيحس بغربه، يعني كان بيحس ان هو مش موجود، لكن توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتلك المحافظات نقل نقلة كبيرة جدا في المحافظات الحدودية. النهاردة بيعرف معالم مصر، النهاردة بيعرف يعني ايه دولة مصرية، النهاردة شايف الدولة المصرية شغالة في مرسى مطروح وشغالة في أسوان وشغالة في البحر الأحمر وشغالة في شمال وجنوب سيناء وفي الوادي الجديد عمار. فلما بيشوف الحاجة بالفعل على الطبيعة بتختلف رؤيته تامة. تمام استاذ ايهاب، كل محافظه من هذه المحافظات بتتميز على سبيل المثال بحرفه مثلا يدويه او بحاجه تمام مميزه لهذه المحافظه، زي هذا التجمع لكل هذه المحافظات مع ابناء المحافظات الاخرى بيساعد في انعاش هذه الحرف. بتعمل حضرتك طبعا دايما على هامش البرنامج اهل مصر، بتعمل معرض كامل لكل محافظه من المحافظات بيبرز اجمل حاجه عنده في محافظته وهي بتشتهر بايه، سواء اذا كان في طراز بدوي، اذا كان بيئه معينه، اذا كان ده كله بيتم من خلال معرض كبير بيتم في النهايه وفي الختام، وبيحصل تقييم، وبيبقى موجود سيادة الدكتور اشرف صبح، بيبقى موجود وزير التنميه المحليه، بيبقى موجود حضرتك الساده المحافظين، بيبقى موجود مستشار السيد رئيس الجمهوريه، كل ده بيبقى شايف الكلام ده. الاولاد هم بيبدعوا حتى في الابداع الفلكلور بتاع كل محافظه، كمان في الفن، واخد بال حضرتك، كل واحد بيشتغل على حتته، وبيبقى فيه منافسه قويه جدا جدا جدا، وده اللي وجه فيه برضو فخامه الرئيس، ان احنا عايزين كل محافظه من المحافظات ليها طبيعه معينه، ازاي نشيرها وازاي نسوقها وازاي توصل للعالميه.
وازاي بيتم اختيار المشاركين يا فندم؟ بيتم اختيار المشاركين طبعا احنا في مديريه شباب محافظه شمال سيناء، بنخاطب طبعا مدير الادارات وعلى موقع المحافظه على موقع المديريه بننتقي افضل العناصر، ومع اتخاذ كافه الاجراءات اللي هي طبعا بتنظم هذا العمليه بيبقى عندنا طلب من كل حته، بنجيب من الشيخ زويد، بنختار من رفح، بنختار من بير العبد، بنختار من ناشد والحسن ومدينه العريش، بالاضافه للجامعات كمان بنجيب منها، ده بشكل كبير جدا يعني. طيب استاذ ايهاب، مين اللي بيشترك في تنظيم هذه الفعاليه؟ مع حضراتكم. معنا احنا بيشترك طبعا وزاره التعليم العالي، وزاره الثقافه، الازهر الشريف، الاوقاف، لان احنا بنختار برضو بعض البرامج اللي احنا بنستعين بيه باهل العلم. يعني النهارده بنتكلم في البرنامج برضو في الوسطيه وسماحه الاسلام وسماحه الدين الاسلامي. تمام. وده برضو بياخدوا كورس موضوع تاني خاص بالموارد البشريه، بياخدوه كورس. كل الكلام ده بياخدوا حلقات نقاشيه، بالاضافه طبعا لحد بيبقى من ممثل من وزاره التنميه المحليه، طبعا بيبقى موجود السكرتير العام او ما ينوب مثلا عنه. بمعنى النهارده ممكن يبقى موجود من جهاز التامير بيتكلم او وزاره الاسكان بيتكلم على دور الدوله المصريه وايه اللي بيحصل على الحقيقه، والشاب بيخش في نقاش. يعني الاجمل ان النهارده الافتتاح بيبقى مع سياده الوزير المحافظ، الولد بيتناقش بمنتهى الشفافيه. تمام. هو عايز يعرف، عايز يعرف ايه اهميه هذا المشروع مثلا. طبعا. بيبقى عارف الدوله ليه عملت المشروع ده. تمام. وايه المستهدف منه؟ وهيوصلنا النتائج قد ايه؟ النهارده انت لو بتدرب بحضرتك في التيم ورك 10 ونجحت انك تاخد منه نسبه ال 10%، ده شيء كويس جدا. طيب والعنصر النسائي بقى يا فندم، هل متواجد بقوه؟ هل متواجد اصلا؟ ده اساسي يا استاذه. احنا حضرتك العنصر النسائي، احنا اي مشروع اي مشروع عندنا في يمكن في الكثير من مشاريع وزاره الشباب والرياضه المختلفه، يعني اللي بينجحوا وجود الانسه او الفتاه او النساء عموما او المراه، لانهم بيعملوا حراك وهم بالفعل احسن حاجه عندنا، بيشاركوا وفعالين للغايه جدا جدا جدا. هي ده حقيقي يعني. شكرا لحضرتك الاستاذ ايهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزاره الشباب والرياضه بشمال سيناء.